ضوء أخضر من بايدن لضرب عمق روسيا والكرملين في أعنف رد. هل يساعد بايدن المواجهة بين روسيا وأوكرانيا قبل خروجه من البيت الأبيض؟ كشف مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس جو بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام صواريخ بعيدة المدى زودتها بها الولايات المتحدة لشن ضربات داخل روسيا، فجاء الرد من الكرملين مباشرة. ذكر الكرملين أن قرار الولايات المتحدة السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب العمق الروسي سيؤدي إلى زيادة التوتر وتعميق انخراط الإدارة الأمريكية في الصراع. وأقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها تسعى إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا، كما تابع أنه في حال تم بالفعل صياغة مثل هذا القرار وإبلاغ نظام كييف به فهذا بالطبع يعني تصعيداً جديداً للتوتر ووضع جديد يتعلق بتورط الولايات المتحدة في هذا الصراع. ماذا قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية حول أداء إدارة الرئيس جو بايدن؟ في سياق متصل أعلن بيسكوف أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تواصل تأجيج الصراع في أوكرانيا، وقال رداً على سؤال وكالة تاس معلقاً على تقارير بشأن السماح بضرب الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى: من الواضح أن الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن تعتزم اتخاذ خطوات لمواصلة صب الزيت على النار وزيادة التوتر حول الصراع. ماذا يدور في كواليس الإدارة الأمريكية؟ أتى ذلك بعدما كشف مسؤولون أمريكيون أن رئيس جو بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام صواريخ بعيدة المدى زودتها بها الولايات المتحدة، وذلك لشن ضربات قاسية داخل روسيا. وأفادوا بأن الأسلحة من المرجح أن تستخدم في البداية ضد القوات الروسية والكورية الشمالية للدفاع عن القوات الأوكرانية في منطقة كورسك في غرب روسيا. كذلك أوضحوا أن السماح للأوكرانيين باستخدام الصواريخ بعيدة المدى المعروفة باسم أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش أو أتاكمز جاء رداً على قرار روسيا المفاجئ بإدخال قوات كورية شمالية في القتال وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز، بينما قال المسؤولون أنهم لا يتوقعون أن يؤدي تحول هذا إلى تغيير جذري في مسار الحرب، إلا أن أحد أهداف تغيير السياسة الأمريكية كما قالوا هو إرسال رسالة إلى الكوريين الشماليين مفادها أن قواتهم معرضة للخطر وأنهم لا ينبغي أن يرسلوا المزيد منها. ما حقيقة إدخال روسيا لقوات كوريا الشمالية في القتال؟ نفت موسكو بشكل قاطع مشاركة الكوريين الشماليين في الأزمة مع أوكرانيا، ووصف بيسكوف هذه المعلومات بأنها كذبة إعلامية أخرى، كما وضعت السلطات الروسية هذه الاتهامات في إطار البروباغندا الإعلامية التي يستخدمها الغرب لتضليل الرأي العام.